Deutschland. Die freie Natur, die Resistenz der Kärtschen sind nicht zu hoch. Sie sind in der Steiner, in der Freiburger, in der Steiner, in der Steiner. Inner layer of the plural between the two layers, there is potential space. Yeah, potential space, yeah, normally motion space, under normal conditions, motion space. Yeah, مش في حاجة. تمام؟ لكنه ممكن يبقى space لو دخل جواه حاجة. كان ناخد ديب. ممكن ياخد ديب فلويد with diffusion. Whatever the nature of the fluid, ممكن يكون سيروس فلويد اللي بنسميه هايدروثوركس، ممكن يكون باس مبينة، ممكن يكون بلاد هيموثوركس، ممكن يكون كايل كايموثوركس، whatever the nature of the fluid، في النهاية اسمه بلورال ديفيوجن أو بلورال فلويد. لو دخل جوا اير في السبيس ده هيبتدي نيموثوركس، لكن نورمال مفيش فيه ايه؟ هو امتي. التو لايرز نايمين على بعض. نورمال موشن سبيس اللي احنا بنقول عليه بوتنشال سبيس. بوتنشال سبيس يعني ممكن يبقى سبيس لو حطيت فيه حاجه، ما حطيتش فيه حاجه التو لايرز ملاصقين في بعض او نايمين على بعض بين وجود بعض لوبريكانت فلويد في سمول اماونت لوبريكانت فلويد. يعني نورمالي في الفلورال سبيس في فيري 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 سمول اماونت 4.1 ملل بير كيجي. يعني كمية الفلويد اللوبريكانت فلويد اللي موجودة جوه الفلورا حوالي 1.1 ملي بير كيجي. يعني الطفل مثلا وزنه 20 كيلو يبقى عنده الفلورا بتاعته فيها 2 ملي لتر. التو سايدز 2 ملي لتر من اللوبريكانت فلويد. التو لايرز اوف ذا فلورا السبس بتاعتهم فيري سموث. اليوم سلايدنج موفمنت على بعض دورينج الريسبيريشن. مش حد في الدنيا لو حصل له لو بني ادم حصل له بلورال ادهيجنز يعني تو لايرز اوف زفورا لازقوا في بعض بنسميه فايبرو ثوراكس هيبقى عنده ريستريكتيف لانج ديزيز. انا اعتقد قلت لكم كلمه ريستريكتيف لانج ديزيز يعني ايه؟ فاكرين؟ لما قلت لكم اوستراكتيف ديزيز او ريستريكتيف ديزيز. ريستريكتيف ديزيز ها؟ مشكلة في المصر ده الريستريكتيف ديزيز اوبستراكت ديزيز معروفة انه ديزيز بيعمل اوبستراكشن في الاير وايز لكن الريستريكتيف ديزيز معناها ديزيز بيعمل ريستريكشن للنج اكسبانشن اللنج عايزة تكسباند وصلها هواء كويس خالص بس مش عارفة تكسباند مش لاقية مساحة تكسباند او هي نفسها فيها مشكلة يعني النمونيا بتعمل ريستريكتيف ديزيز لان اللنج هتكسباند ازاي وهي البلاك وجواها كونسوليشن ماتيريال مش بتدخل اصلا او في لنج كولابس لانج هتكسباند ازاي هي كولابسد او في لانج فايبروزز ممكن لانج نفسها تكون هيلثي بس ديزيز في الفلورا زي الفايبروثوراكس اللي انا قلت عليه دلوقتي او زي الفلورال افيوجن او زي الفلوثوراكس في نيموثوراكس وفلورال افيوجن منع اللانج انها تكسباند فده اسمه ريستريكتيف لانج ديزيز ممكن اللانج تكون هيلثي والفلورا هيلثي لكن الريستريكشن جاي من الشيست وول نفسه الشيست وول فيه مشكله عامله ريستريكشن لانج اكسبانشن لو في بينفول كونديشن في الشيست وول واحد عنده فراكشر ريب او اوستومالات او ابسس الشيست هيجي يوسع كده عشان يعمل يسمح للانج ده اكسباند هيبقى فيه بين وبالتالي هيحصل لك ريفلكس ريستريكشن للشيست اكسبانشن على الناحيه اللي فيها البين فتلاقيهم اللي ما بيتحركش الناحيه دي يبقى فيه ريستريكتيف موفمنت او ريستريكتيف موفمنت على الناحيه دي تمام او العيان عنده مايوباثي او نيوروباثي في ويت ماسلز او ويت نيرف سبلاي للماسلز دي ده بيعمل ريستريكشن للانج اكسبانشن يعني بيعمل ريستريكشن للشيست موفمنت تمام او حتى واحد اوبيس الاوبيس عنده تيك شيست وول بيبقى عنده نوع من الريستريكشن للانج اكسبانشن تمام طيب امتى بقى يحصل بلورا فيوجن؟ احنا هنتكلم عن البلورا فيوجن فين فيلم فلويد يعني الاماونت اوف فلويد دي اللي هي 1.1 ملي بير كي جي فيها كونتينوس بروسس في كونتينوس بروسس اوف فورميشن او سكريشن اند كونتينوس بروسس اوف ري ابسوربشن ذس از سيفيكال في كونتينوس
secretion and continuous reabsorption. وفي balance بين secretion والreabsorption. تمام؟ السكريشن بيحصل نتيجة secretory forces. في حاجات بتفلتر الفلويد outside the blood vessels تخليه يدخل الجلوري سبيس. والreabsorption forces اللي موجودة responsible for reabsorption mainly the oncotic pressure of the plasma and the lymphatic drain. تمام؟ الفلترنج فورس mainly هي الهيدروستاتيك بريشر inside the capillaries. يبقى الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاريز بيفلتر الفلويد inside the pleural surfaces او inside the pleural space. والريابسوربشن فورسز بتري ابزورب الاماونت الزياده من البلورال سبيس وتوديها السيركيليشن. الريابسوربشن فورس دي اللي هي ايه؟ الاونكوتيك بريشر والليمفاتيك درين. لو حصل امبالانس بين الفلترنج فورسز والريابسوربشن فورسز ممكن يحصل اكيوميليشن اوف فلويد انسايد ذا بلورال سبيس ويعمل بلورال افيوجن. واضح؟ طب الامبالانس ده يجي نتيجه ايه؟ حاجه من اثنين، يا انكريس في الفلترنج فورسز يا ديكريس في الريابسوربشن فورسز، مش كده؟ الانكريس في الفلترنج فورسز هيحصل نتيجه مينلي برضه حاجه من اثنين، اما فاسكولار انجورجمنت للبلاد فيزز دي زي حاله هارت فيلير مثلا. تمام؟ بيحصل باك بريشر على البالمونري فينز، يزيد الهيدروستاتيك بريشر انسايد البالمونري كابيلاريز، وبالتالي ممكن يحصل انكريس في الفلترنج فورسز، يحصل انكريس في الفلتر اماونتس، وبالتالي بتكسيد الكاباسيتي اوف ذا ري ابسوربتيف فورسز، فيحصل اكيوميشن الفلويد ويعمل بلورال فلويد. او بتزيد نتيجه انفلاميشن، لو حصل انفلاميشن في البلورا، وانا عارف ان الانفلاميشن بيعمل فاسكولار انجورجمنت برضه لانه بيعمل كونجيشن، مش كده؟ وفي نفس الوقت بيزود الكابيلاري برميابيلتي، فالكابيلاري ليكج بيزيد، وبالتالي الفلترنج فورس في الحاله دي هتزيد، هتطلع كميه اكتر من الفلويد انسايد ذا بلورال سبيس اكسيدنج الكباسيتي بتاعت دي ابسوربشن فورسز. يبقى اي انفلاماتوري كونديشن، اي حاجه بتزود الهيدروستاتيك بريشر انسايد ذا كابيلاريز ممكن تعمل انكريز في الفلترنج فورسز وتعمل انفيوجن. او على الناحيه الثانيه بقى، لو حصل ديفكت في الري ابسوربشن فورسز، زي واحد عنده ديفكت في الانكوتيك بريشر اوف ذا بلازما، عنده نفروتك سندروم، والنفروتك سندروم بيعمل هايبو البومينيميا، عنده ليفر سيل فيلير او سيروتيك ليفر وعنده هايبو البومينيميا، يبقى الاوزموتيك بريشر او الانكوتيك بريشر اوف ذا بلازما هيقل ولا لا؟ هيقل. يبقى ممكن يحصل له ايه؟ اكيوميليشن اوف فلويد انسايد ذا بلورال سبيس. الفلترنج فورس زي ما هي ما اتغيرتش، لكن اللي اتغير الري ابسوربشن فورسز قلت، وبالتالي حصل. عشان كده ممكن تلاقي عيان عنده فتوك سندروم او ليفر سيروزز وتلاقي فيه بلورال فيوجن، وانا هبقى عارف البلورال فيوجن عنده نتيجه ايه. تمام؟ طبعا في الانفكشن بيحصل برضه ليمفاتيك اوبستراكشر، وبالتالي في الليمفاتيك اوبستراكشر لما يحصل برضه الري ابسوربشن فورسز هتقل، وبالتالي ممكن يحصل اكوميليشن للفلويد. لما بيحصل بقى انفلاميشن في البلورا، الانفلاميشن ده ممكن يعمل لي دراي اور بلاستيك بلورزي، ممكن يعمل لي سيرو فيبرلس او سيرو سانجلس بلورزي، او ممكن يعمل لي بيرلنت بلورزي اللي هو الميم، يبقى الميم ده بيرلنت بلورزي. الدراي اور بلاستيك بلورزي زي ما انتم شايفين كده بيحصل مع الاكيو بكتيريال اور فايرال بالمونري انفكشن، ممكن مع الاكيو اور زارت التراكت الينسس، مع التي بي، مع ايفن حتى كمان انفكشن سبوز زي كونكتد تيشو ديزيز ازوماتيك فيفر. يبقى اي انفلاميشن بيحصل في البلورا سواء هو بكتيريال او فايرال او حتى نتيجه كونكتد تيشو ديسوردر او نتيجه تي بي ممكن يعمل لي بلورال افيوجن. باثولوجيكالي الانفلاميشن بقى ليميتد للقصه الكوره، لان ترانسميتد باللنج نفسها سمول اماونت اوف بيلو سيروس فلويد موجوده، فيري سمول اماونت اوف بيلو سيروس فلويد موجوده، ما بتعملش افيوجن لدرجه انه يعمل سيبريشن للتو بلورال لايرز، التو لايرز لسه موجودين ادهيرنج تو اتش اذر. ادهيجن بتوين ذا بلورال سيرفيس باي اوكير اوكيجنال فايبرنت بوزيشن اند ادهيجنز ار سيفير ليدنج تو فايبر ثوراكس اند ريستريكتد لانج اكسبانشن. اعتقد الكلام ده كله دلوقتي مفهوم. لو حصل اكسسيف فيبرنس بوزيشن ده هيعمل
فايبر سبيشال ريدجز ان بين ذا تو لايرز، وبالتالي تعمل ادهيجنز بيرمننت ادهيجنز بين ذا تو لايرز، وبالتالي تعمل المعدل فايبر ثوركس ويعمل ستيب لانج اكسبانشن. واحيانا بيحتاج احنا نتعامل لحاجه اسمها ديكورتيكيشن علشان نفري اللانج من الريستريكشن اللي موجود ده، تعمل له سيرجيكال اوبريشن اسمها بنقشر بقى البلورا من عليها علشان ما يحصلش ريستريكشن واللانج اكسبانشن. كلينيكالي البين هو البرنسبال سيمتوم لان البلورا بتبقى هايلي انرفيتد، فاي انفلاميشن فيها بتبقى بيدوس في البين، احنا بنسميه الاجونايزنج بين عشان البلورا هايلي انرفيتد. سجلت باي ديب بريثنج والكافينج اند ستريننج، البين ده بيزيد قوي مع الكافينج مع الستريننج تمام مع الديب انسبيريشن، لان كل دول بيدوس موفمنت كده، والموفمنت هتخلي فيه سلايدنج موفمنت للطول بلورا لايرز على بعض هتديوس بين. مش واحد لما يكون صبعه بوجعه وحبه حاجه تلمسه بيحصل بين، لما يكون الجوينت بوجعه ويتحرك بيحصل بين، برضه نفس الكلام. هنا في انفلاميشن في البلورا درايك اور بلاستيك بلورس ده بيبقى فيه سيفير بين، واي موفمنت للطول لايرز على بعض هيديوس بين. فالديب انسبيريشن الكافينج الستريننج كل ده هيديوس بين. ده في جرانتنج عند جرانت، انتوا عرفتوا طبعا الجرانتنج ده اللي هو ايه؟ فاكرينه؟ قلناها قبل كده. شايف وايز اون ذا افكتد سايد، العيان بيفضل ان هو يبريفير ان هو ينام على الافكتد سايد، يعني عنده رايت سايد بلوراسي ينام على الرايت سايد تمام؟ عشان يقلل ليميت الموفمنت عشان يقلل مينمايز البين خلاص؟ طبعا لو اكيوميتد فيوجن كمان بعد كده هيبريفير برضه ان هو ينام على السيف سايد، بس عشان حاجه ثانيه بقى البيت هيروح، يعني لما اكوميليت في الليول انسايد ذا بلورا التو لايرز اوف ذا بلورا هيبعدوا عن بعض، ما عادش لهم موفمنت على بعض، ما عادش في كونتاكت، فالبيت هي ايه؟ هيقل، لكن هو برضه هيفضل يبريفير ان هو ينام على الناحيه اللي افكتد. ليه؟ يعني ما عندوش لارج اماونت اوف فيوجن عشان يخلي اللانج اللي شغاله تشتغل احسن، يديلها سبيس تشتغل احسن، وهو يقول بقى ديت بايظه بايظه نام عليها ريستريكشن ريستريكشن مش مشكله تمام. ممكن يبقى في بلورا الراب التو لايرز اوف بلورا السيرفس بتاعهم كان فيري سموث نورمالي، السلايدنج موفمنت بينهم بعض ما كانتش بتعمل فريكشن، بتقول الفريكشن فاكتور زيرو، وبالتالي مفيش ساوند، طالما مفيش فريكشن يبقى مفيش ساوند، مفيش صوت هيطلع. لكن لما السيرفس يبقى رف نتيجه الانفلاميشن والفيبرس ديبوزيشن الرف سيرفس ده بيخلي السلايدنج موفمنت بينهم بعض تعمل ايه؟ فريكشن، الفريكشن فاكتور مش هيبقى زيرو بقى، هيبقى اكتر من زيرو، وبالتالي هيبقى في ساوند اللي بنسميه ليدري فريكشن ساوند، كانك جايب حتتين جلد وبتحكهم في بعض كده كده، وبقى تو اند ثرو، يعني رايح جاي رايح جاي، انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن، يعني الموفمنت رايحه وجايه تمام. لو العيان وانت بتعمل له اكزامينشن وعنده دراي او بلاستيك بلورز وفي فعلا بلور الراب، بس وانت بتعمل له اكزامينشن قعد فتره كده ما ياخدش نفس وذ هولدنج هيز بريث تمام، او عمل ابنيا مش هتسمح حاجه، لازم عندي ياخد ايه؟ عشان يبقى فيه ايه؟ عشان يبقى فيه موفمنت تمام؟ يعني ما تحطش سماعه والعيان ما بياخدش نفس وتستنى انك انت تسمع بلور الراب تمام؟ عكس طبعا بريكارد الراب، بريكارد الراب العيان ما عندوش القدره ان هو يوقف الهارت بيتس. ممكن يحصل طرس البركشن او ريميشن بريس ساوند لو الاماونت اوف تيديت او لاير اوف تيديت فيل. تاني نوع اللي هو السيرو ساكنس او سيرو فيبرس بلورزي، لما يحصل بقى اكيوليشن لكونسيدرابل اماونت اوف فلويد انسايد ذا بلورا وتدي بلورا افيوجن، بس ما هوش بيور بس ما هوش بس، لو هو بس هسميه بايما تمام. لا ده سيروس فلويد، ممكن يكون سيرو فيبرس او سيرو سانكنس فلويد، موست اسوشيت برضه ويز انفكشنز اوف ذا لانج، انفلاماتري كونديشنز اوف ذا ابدومن اوف ذا سباينال مي اندوس بلورال انفيوجن، سيستميك لوبس برضه اوراسايتس برايمري اور متاستاتيك تيومرز ممكن تعمل الكلام ده. لو في برايمري بلورال تيومر او متاستاتيك تيومرز ان ذا بلورا ممكن برضه تنديوس انفلاميشن وتنديوس سيرو سانكنس او سيرو فيبرس. الباثوجينيس في الليف كوليكتد ذا بلورال سبيس ديو تو تشينجز ايه؟ اعتقد الثلاث انواع دول انتوا عارفينهم دلوقتي. تشينجز ان ذا بالانس بتوين هيدروستاتيك اند اوكوتيك بريشرز، بيرميابيلتي اوف ذا مايكرو فاسكولار سيركليشن، احنا قلنا بيزيد الكابيلار بيرميابيلتي، و اوبستراكشن اوف ذا ريفاتيك بريك.
النوع الثالث اللي هو الفيبا لما يبقى فيه بيور بس ده طبعا مش هيحصل نتيجه غير نتيجه انفكشن. خدوا بالكم النوعين الاولانيين قلنا ممكن يحصلوا مع الكولاجين ديزيزز، ممكن يحصلوا مع التيومرز او الماليجنسي تمام، لكن لما يكون امبايما لازم يكون فيه ايه؟ لازم يكون فيه انفكشن، بكتيريال انفكشن. ده طبعا بس في الورست كيس كوست باي نمونيا لايف سكريبت ستاف موفوس انفلونزا او كونتامينيشن ديورنج سيرجري او افتر ترو. طيب لما يحصل بقى نوع الانفيوجن كلينيكالي يعني هيبقى فيه ايه؟ انا قلت الكلينيكال مانيفستيشنز اللي فاتت دي بتاعت البلورسي بتاعت الانفلاميشن اوف البلورال لايرز والبين والبيشنت بيبريفير ان هو يلاقي وان سايد والجرانتنج والكلام ده كله. طب لما يبقى الجمع انفيوجن بقى الكلينيكال مانيفستيشنز هنا هتبقى ديبندنت على الاماونت اوف انفيوجن تمام؟ الاماونت اوف كوليكتد فلويد. لو الاماونت دي سمول ممكن يبقى الانفيوجن اسيمتوماتيك تمام؟ لكن لو اماونت كبيره بالتاكيد هتبقى سيمتوماتيك. Small effusions are often asymptomatic. Large collection can cause respiratory stress, dyspnea طبعا and dry cough. Pain can be localized to the chest or shoulder and worsens with inspiration. Tactile and voice cavities as well as breath sounds are decreased. تمام؟ طبعا فاهمين كل الكلام ده تمام؟ Dullness to percussion and the voice cacophony over the area of the fusion can be arrested. Dullness percussion عشان في fusion هيبقى stony dullness. والايجوفني عارفين ايجوفني؟ انتوا خدتوها قبل كده؟ وبعدين النمونيا. النيزا الكونيشن البيشنت سبيتش لما يتكلم كان في خلافات لو انا بسمع الاريا فيها كونسلتيشن او عند الابر بوردر في فيوجن زي هنا كده. Large effusions may cause tachypnea, decrease the rhythm excursion. Decrease the rhythm excursion يعني ايه؟ يعني decrease chest movement. الرحله بتاعت الريبز يعني inflation deflation. Inflation deflation. الرحله دي بتقل يعني في decrease chest movement. Cardiac and تراكيال ديسبليسمنت ممكن يحصل ديسبليسمنت شيفت يعني. كارديك اند تراكيال ديسبليسمنت. طيب انا كده عرفت الكلينيكال مانيفستيشنز عرفت الايتيولوجي بعد كده الدياجنوزز. في الدياجنوزز هعمل شيست راديوجراف اول حاجه هعملها شيست راديوجراف ممكن اعمل سي تي طبعا. في شيست راديوجراف لازم اعرف برضه فاكرين لما قلت لكم في الاسبوع اللي فات كنت في برنسبلز للريدنج اوف ذا شيست اكس راي في العيال برضه نفس الكلام في جلوري فيوجن. ليش معنى بنقول برنسبلز اوف ريدنج في الاثنين؟ لانه الاكس راي في جلوري فيوجن هيتغير البيكتشر بتاعتها اكوردنج للبيشنت بوزيشن. ازاي؟ اصل فلويد انسايد جلوري كابيتال والفلويد ده بالتاكيد هيبقى تشينجبل مع البوزيشن صح؟ بالتاكيد العيان اللي لاين سوباين غير العيان اللي اريبت. العيان اللي على اللاترال ديكيوبيتاس غير اللي على الرايت ديكيوبيتاس بوزيشنز تمام؟ لان ده فري موبايل وبالتالي هيروح للموست ديبندنت بارت تمام؟ العيان اللي واقف ايريك الفلويد هيكولكت فين؟ ده في القصه فريك انجل والليفل بتاعه يطلع لفوق اكوردنج للاماونت. ممكن الليفل يبقى هنا يبقى هنا يبقى هنا حسب الاماونت بتاعته قد ايه تمام؟ لكن عيان نايم صغير الفلويد هيروح فين؟ على البوستيرشيس وول هيتفرد كده على البوستيرشيس وول. فلو هو نايم صغير وعملت له شيست اكس راي بي ايه كده المنظر هيبقى مختلف تماما. انت هتتفاجئ بان هو في هيميثوراكس من الاثنين لانه الفلويد هيسبريد على السوشيال وول كله من فوق لتحت تمام. فهتتفاجئ بان في هيميثوراكس كله على بعضه كده في حاجه اسمها جراوند جلاس هيستس. فينت اوباستي موجوده ليه فينت؟ لان الاماونت سبريدد على مساحه اوسع فالتكنس بتاعها اقل فالدم كده كانها زي الازازه المصنفر تمام. جراند جلاس هيزنس موجود انك لو وقفت العيان وخليته غريب هتبص تلاقي الفلويد ده كله كولكت تحت من الكوستوفريك انجل عملوا ريجريشن الكوستوفريك انجل وبقى في ابر بوردر واضح للفلويد ما طلعش لحد فوق ده في بقى ابر بوردر واضح للفلويد وفي الغالب بيكون ظاهر رايز في الانزيلا تمام. طبعا الابر بوردر اوف ذا فلويد بياخد شكل من اثنين يا اما لاين رايزنج الانزيلا يا اما ترانسفيرس لاين مش كده؟ ايه بتبقى لاين رايزنج الاكزيلا؟ فلويد بس لو بيوز بلورال فيوجن وايه بتبقى ترانسفيرس لاين؟ هيدرو نيوموثوركس تمام؟ عشان كده مهم ان انا اعمل
للعيان شيست اكس راي في بوزيشن انا عاوزه. انا انتندنج البوزيشن ده. طبعا لو اماونت في فيوجن سو لارج حتى لو العين وقف كريبت كل الهيمي ثوركس هيبقى ملام فلويد ومش هشوف ابر بوردر اصلا. لانه من الايبكس لحد الكوسوفيك انجل تحت كله عباره عن كومبليتلي اوبيك هيمي ثوركس. تمام؟ وبالتالي انا مش هشوف ابر بوردر. خلاص؟ ده بسميه كومبليتلي اوبيك هيمي ثوركس. وفي الحاله دي مش هيفرق العيان اتصور نايم واقف نايم على دماغه ونايم على واقف على رجليه كل الكلام ده مش هيفرق ليه؟ لان اصلا الهيمي ثوركس ايه؟ ملام. انت لما تجيب الازازه ونصها ميه وبتحطها كده يعني النص اللي تحت فيه ميه والنص اللي فوق فيه اير وفي بينهم اير فلويد ليفل لو ترانسفير سلايد مش كده؟ طب لما بتنام على جنبها الفلويد بيبقى سبريد تحت والاير فوقيه. شكل العلاقه بين الاير والفلويد اتغيرت ولا لا؟ اتغيرت فالمنظر اختلف. تمام؟ لكن لما تكون اذا ملان على الحافه وانت قافلها وقفتها نيمتها عملتها كده نفس الاماونت اوف فلويد اللي موجوده فيها هي هيها ما اتغيرتش لان مفيش اصلا اماونت اوف اير موجوده. وبالتالي البوزيشن ده مش هيفرق. وانا هوريك كل الكلام ده دلوقتي. معرفش انتوا شايفينه ولا لا. طيب على اي حال دي تشيست اكس راي بصوا على الفيو الرايت سايد فيها موشن سوباستي وبليتريتنج الرايت بوست بريك هانكل والابر بوردر بتاعها رايت رايزنج كورز اكسل. طبعا هنا في مونيك كونسوليشن شايفين الحته دي في مونيك انفلتريشن شايفين الخط ده اهو الخط ده ده بتسميه فيشر فيوجن ده ترانسفيرس فيشر في اماونت اوف فلويد موجوده في الجروف بتاع ترانسفيرس فيشر عامل خط بالعرض كده اسمه فيشر فيوجن. تمام؟ يبقى ده عيان اهوت عنده رايت سايد بلور فيوجن سمول اماونت اوف بلور فيوجن والابر بوردر بتاعها لاين رايزنج بالاكزيلا. ده برضه نفس الكلام ده نفس الكلام فينا على الليفت سايد في موشن سوباستيك وبليتريتنج بليفت كوست اوف ليك انجل صح؟ مش كده؟ في الابر بوردر بتاعها ايه؟ رايزنج بالاكزيلا لاين رايزنج بالاكزيلا ده بتاع بلورال فيوجن. تمام؟ طبعا احنا بنقول ابر بوردر لاين رايزنج توردز اكزيلا مش للاكزيلا نفسها في الاتجاه بتاع الاكزيلا لان اصلا الاماونت اوف فيوجن ممكن تبقى كبيره لدرجه ان الابر بوردر اعلى من الاكزيلا نفسها. يعني لو الابر بوردر هنا وهتلاقي الطالع كده الأجزلة تحت اصلا اتجاه الأجزلة بس في نفس الاتجاه المقصود في نفس الاتجاه بتاع الأجزلة لكن ممكن صح ان يكون اعلى من الأجزلة نفسها. خلاص زي اللي احنا شفناها دي زي ده دي ده الامر برضه ذا فيوجن اهو باير رايز الابور الأجزلة تحت هنا هو واقع فوق خالص. تمام؟ ده كومبليت لوبيكلي ميثوركس ده فيه موجنس وباستي على الرايت سايد اوف ذا تشيست وبالتريتنج رايت بوست بريك انجل يبقى طالما في موجن سوباستي وبالتريتنج الانجل يبقى في بوسيبيليتي انها تكون افيوجن. تمام؟ انا كنت بقول ابر بوردر اوف ذا افيوجن اوف ذا اوباستي هو اللي بحدد فيها افيوجن ولا لا. يعني انا لما الاقي فيه موجن سوباستي وبالتريتنج الانجل في ثلاث حاجات ممكن يعملوا كده. الموست بروبل كوز بلور افيوجن لكن ممكن تبقى بيزل كونسوليديشن وممكن تبقى بيزل كولابس. تمام؟ طب الفرق بين الثلاثة دول ازاي؟ بالابر بوردر. لو لقيت الابر بوردر لاين رايزنج الاكزيلا او ترانسفيرس لاين يبقى ده بتاع الافيوجن. خلاص؟ واضح؟ فهمتوا؟ لو لقيت الابر بوردر لاين رايزنج الاكزيلا او ترانسفيرس لاين يبقى ده بتاع الافيوجن. كل اللي احنا شفناه قبل كده كان الابر بوردر لاين رايزنج الاكزيلا. صح؟ تمام. طب ده بقى هنا هنا فيه موجنس وباستي وبتريتنج الانجل. عشان افرق الثلاثه من بعض هبص على مين؟ على الابر بوردر. هنا انا مش شايف ابر بوردر اصلا مش كده؟ يبقى افرق بالميدياستاين شيفتنج بالميدياستاين. لو ده افيوجن ولارج اماونت افيوجن كده لازم هتزق الميدياستاين لو ده توتال لانج كولابس يبقى هنشيل الميدياستاين بالسيم سايد. لو ده ماسف كونسوليديشن في الرايت سايد الميدياستاين هيبقى سنترال ده شفت ده الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ هنا بقى دي السنه مخبره ايه؟ شفت فين؟ الاوبست سايد يبقى ده بتاع ايه؟ دور الفيوجن. شايفين التراكيه نازله فين؟ ده التراكيه اير كورن اهو نازل على الليفت سايد
شايفينه؟ يعني حتى من اول التراس قلت هنا الثلاثيه مش سنترال من هنا ونازله كده على الليفت فيرتبرال بوردر. انا قلت لكم قبل كده انه التراكيه نورمالي بتبقى سنترال في النص بالظبط عند التراسك انلت، لكن لما تدخل الشيست بتبتدي تميل ناحيه اليمين بحيث انها تعمل بايفوركيشن عند الرايت فيرتبرال بوردر، علشان الاورتيك ارش بيقرش ناحيه الليفت فبيزقها ناحيه الرايت. نورمال يعني هي سنترال امتى؟ عند التراسك انلت هنا كده وبتنزل لحد هنا. بعد ما تدخل الشيست بتبتدي ايه؟ تديفييت شويه ناحيه الرايت بحيث انها تنتهي وتعمل بايفوركيشن عند الرايت فيرتبرال بوردر. تمام؟ لو لقيت التراكيه منتهيه عند الليفت فيرتبرال بوردر يبقى حاجه من اثنين، يا اما ان في ميديستاينال شيفت او العد عنده رايت سايد اورتيك ارش. رايت سايد اورتيك ارش. كونجنتا انومالي بدل ما عنده ليفت اورتيك ارش عنده رايت اورتيك ارش. تمام؟ خلاص؟ طيب بصوا كده على الاكس راي دي، حد شايف فيها حاجه؟ طيب بصوا شوفوا الليفت لاين دي، طبعا هو الحال البروجيكشن على البتاع ده مش حلو قوي، لكن يعني شايفين الليفت لاين دي؟ شايفين الترانسلوسنس بتاعها عامل ازاي؟ ده النورمال ترانسلوسنس بتاع اللاين. عايزكم بقى تبصوا على ده، هل ده نفس الترانسلوسنسي ولا حاسين ان دي جراوند جلاس هيزنس؟ مش كده؟ مش في كده كانه في جراوند جلاس هيزنس موجود؟ كان في حد حاطط حاجه يعني ايه ازاز مصنفر كده عامله غباشه على المكان. واضحه؟ طب شايفين في ميديا ساين شيفت؟ في ميديا ساين شيفت؟ فين؟ ليفت سايد ولا رايت سايد؟ ليفت سايد. طب هو ايه اللي هنا في الرايت سايد؟ يعمل لي ماركت ديستال شيفت كده على الليفت سايد. شايفين التراكيه نازله ازاي؟ شايفين التراكيه؟ ها؟ والديستال كله والهارت كله معظمه على الليفت سايد. هو ايه اللي هنا بالظبط يعمل لي ماركت ديستال شيفت للتراكيه؟ خدوا بالكم كده، الجزء ده من اللاين نفس الدينست بتاع ده؟ ولا دي فيها يعني جراوند جلاس هيزنس؟ مش كده؟ على الرايت سايد. طيب خدوا بالكم بقى، الولد ده اهو الاكس راي بتاعته دي هي في نفس الدقيقه في نفس اللحظه بتاعت الولد ده. هو بس بوزيشن في فرق ولا لا؟ فرق كبير. الفرق في ايه؟ في البوزيشن. هو متصور ازاي؟ الاوليه كان متصور صغير ودي كان متصور هريك. طب الايركت بوزيشن ده في ايه باين في الاكس راي؟ اللي هو ايه بتاع ايه؟ هيدروموسورس. يعني عنده الولد ده فلويد وير موجود في بلورال سبيس، لما نفسه باين حصل ايه؟ حصل الفلويد سبريد على البوستيرش سور كله وفوق لاير ثانيه اوف اير موجوده في البلورال، مش كده؟ فالسميشن اوف شادوز دول بتاع الفلويد اللي سبريد على البوستيرش سور اللي بقى تين لاير وفوقيه كمان لير ثانيه اوف بيمو توراكس، السميشن اوف شادوز طلع الفينت اوباستي اللي موجوده دي اللي بنسميها جراوند جلاس هيزنس. تمام؟ لكن لما الولد وقف الفلوس نزل لتحت والاير طلع لفوق فبقى في ديسكريميشن بين الاثنين، تمايز، وبقى البوردر اللي بينهم اير فلو ديبل او ترانسفيرس لاين. خلاص؟ لما يجمع بلورال فلويد وايه نتوقع اللونج هيحصل لها ايه؟ كولابس. هيحصل لها كولابس، مش كده؟ شايفين الحته دي؟ معرفش انتوا شايفينها ولا لا، في نص كوره باين هنا اهو كده اهو، شايفينه ده؟ دي اللون دي الكولابس لاين، دي الكولابس لاين، ماشي؟ في توتال لون كولابس هنا في الحته دي، واللي جنبها ده نيموثوراكس، اللي جنبها ده نيموثوراكس، كل ده نيموثوراكس، كل ده نيموثوراكس كده. دي كولابس طبعا في بلورال فلويد و ده اللاترال فيو بتاعها وارفع الاثنين عاملين لها دول موتوركس وعاملين كومبريشن على ده. بص التو اكس رايز دول فيهم بلورال فيوجن، شايفين هنا رايت بوست انجل والجرين فيهم مش مظبوط وباستي وعامله كومبريشن انجل والابر بوردر بتاعها برضه لاين رايت زيجزاج زيرو، وفي هنا شايفين ومش مظبوط وباستي موجوده دي ايبيكال نمونيا. ايوه دي ايبيكال نمونيا.
يعني ده نمونيا وزيت فيوجن خلاص، ده نمونيا وزيت فيوجن، ده نمونيا وزيت فيوجن، الاثنين الفيلمين دول لنفس العيان في نفس الوقت برضه، هل هو شكل بعض ولا مختلفين؟ ها شكل الفيوجن هنا زي الفيوجن هنا ولا شكله اختلف شويه؟ هما نسخه من بعض ولا مختلفين؟ مختلفين. برافو عليك، نايم على جنبه. تمام. في الاوليه دي اللي على الشمال دي كان عن اريكت. تمام؟ لما اتعمل له اكس راي في الرايت لاترال بيكيوبيتس بوزيشن يعني نام على جنبه اليمين، انا متخيلين واحد عنده شويه دلورال فلويد موجودين وهو واقف، الفلويد ده متجمع تحت في الكوسموفيك انجل واكوردنج الاماونت بتاعته الليفل هيطلع، يطلع فين بقى؟ حسب الاماونت، هي سمول اماونت فالليفل يا دوب صغير كده لتحت. لما نام على جنبه اليمين كل الفلويد بقى اللي موجود ورا الهارت قدام الهارت ورا الدافران قدام الدافران قام متجمع عشان هو نايم على جنبه اليمين، فبدا بالجرافيتي ايه ينزل كده زي ازازه الزيت لما يبقى فيها شويه زيت كده ملحوسين على الوول وتحطها في ديبندنت بوزيشن تلاقي كل الزيت ده بدا ايه ينزل بالجرافيتي كده. فنزل بالجرافيتي قام مكبر الاماونت ولا لا؟ هنا في الفيوجن اللي في الرايت سايد ده مش كبرت؟ الاماونت كانها كبرت عن الناحيه الثانيه ولا لا؟ رغم ان هما في نفس الدقيقه، لكن اللي كبرهم ايه؟ اللي حصل درين للريترو كاردياك والريترو ده فراجماتيك فلويد اللي موجود واتجمع كله. طب ده احنا بنعملها ليه؟ احنا بنلعب مثلا يعني وقاعدين نعمل حاجه؟ لا، ده انا بعملها علشان اشوف يا ترى الفلويد ده ريلي موبايل انسايد ذا بلورال كافيتي ولا انسيستد وذ انسيستد، لان ممكن البلورا يحصل فيها ادهيجنز بين التو لايرز اوف ذا بلورا وتخلي الفلويد ده انكلوزد وذ انسيستد، ما بيعرفش يتحرك، هو محبوس جوه سيستم. تمام؟ علشان لما اجي اعالجه بعد كده واحط له انتركوستال تيوب انا هحطها فين؟ انا عايز الدرين، تعمل درين للفلويد اللي موجود ده تنزله. طب انا هحطها في البلورا وخلاص؟ ما انا حطها في البلورا خلاص ممكن ما تبقاش في السيستم، مش هتجيب فلويد، مش كده؟ فلازم اعرف الفلويد ده فريلي موبايل ولا انسيستد فلويد. فاهمين؟ تمام. ايه؟ بص ده بلورا شايفه؟ ولا انا طالع عليه؟ الحته دي اسمعني بس استنى بتقول ايه؟ الالكتران ده مالها؟ ايه؟ 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 الجهاز بابلو ستومك بص بص دي الليفت كوبل اوف ذا تراك دي الليفت كوبل اوف ذا تراك خلاص؟ دي ودي الجهاز بابلو ستومك وده اير فلويد ليفل انسايد ستومك الولد واكل او شارب مفيش شويه ميه موجودين في الاستومك او دايجستد فود ليكوفايد وفي فوق اير فبيعمل اير فلويد ليفل مش كده؟ خدوا بالكم بقى لما الولد نام على جنبه اليمين شايفين الاير فلويد ليفل عامل ازاي؟ ده اهو حطه ده اهو مش هو نايم على جنبه اليمين؟ الاير فلويد ليفل هيبقى بالمنظر ده ولا لا؟ هيبقى بالمنظر ده واضح؟ يعني ده طيب من الفيوجن ما فيش داعي ان نشرب دماغه بيه يبقى في الدايجنوز كان اول حاجه عملتها راديولوجي ثاني حاجه بعمل سامبلنج للبلورال فلويد بعمل ثرابوس البيزس علشان اخد سامبل انا عاوز اخد سامبل من البلورال فلويد علشان اعمل له اناليسيس اشوف هيستوباثولوجيكال ايه هو ده اي تايب من الفيوجن يا ترى ده بتاع انفكشن ولا بتاع مالجنسي ولا بتاع كونكتيف تشي ديس اوردر ولا ايه بالظبط؟ هاخد سامبل بلورال فلويد بسرنجه كده هاخد سامبل. مفيش داعي اخد سامبل لو انا عارف الكوز اوف فيوجن. يعني لما يكون عيان عنده هارت فيلير ويجي له فيوجن ما انا عارف ان ده نتيجه الانكريس في الهيدروستاتيك بريشر وده كل ده هيطلع ترانسيوديت مش اكسيوديت مفيش انفلاميشن ولا انفكشن. تمام؟ انا عندي نفروتك سندروم وعنده هايبو البومينيميا او انا عنده ليبر سيل فيلير وعنده هايبو البومينيميا ما انا متوقع ان الدور الفيجن بتاعه ده نتيجه ايه فمش داعي اخد له سامبل واعمل له انفيزيف مانوفر ملهاش لازمه. تمام؟ يعني لما يكون الكوز اوف فيوجن معروف مفيش داعي ان انا اعمل ايه؟ سامبل زي الامثله اللي قلتها دي واحد عنده جست هارت فيلير او نفروتك سندروم او في اساينس ديموتنج ان في ليبر سيل فيلير او في ريسنت انيشيشن اوبراتوريال دياليسيس. طب انت بقى اعمل له نفس العيان ده اهو ثراكس انتيز انت خد منه سامبل العيان اللي انا قلت ان مش هعمله علشان انا عارف السبب. تمام؟ لو بقى في ايه؟ لو البرزنتيشن از افيكال
اتيبيكال. هو الالات في بلورال انفيوجن، هو نيفروتك سندروم بس في فيبر وجرانتنج وكف وريسبيرت ستريس مانيفستيشنز. لا او اللي حصل عليها انفكشن. لو البيشنت هاز فيبر اور از ان ستريس، لو الانفيوجن ريزيست فولون تريتمنت، انا اديته تريتمنت وتحسن وبقى زي الفل، لكن الانفيوجن لسه موجود. العام بتاع النيفروتك سندروم اللي فيه هايبر هيموجينيميا، لما الهايبر هيموجينيميا تتصلح المفروض النيفروتك بريشر لما يتصلح يعمل ابي ابسوربشن ولا الاماوند دي، فالمفروض يحصل كليرنس للانفيوجن within days. لو بقى بيرزيستنت في الحاله دي ممكن اعمل له تراكسنتيسيس. تراكسنتيسيس may be performed safely when a layer of at least 1 cm of fluid is present dependently on the cutaneous films indicating the substantial amount of fluid. يعني بتنيم العيان وتصوره بسيتي، لو لقيت التكنس بتاع الفلورا فلويد على اللاتر شيست وول اكتر من سنتي، ده سيف انك انت تحط تدخل فيه وتعمل له. لو الاماونت صغيره ممكن يبقى سيتي او الترا ساوند جايدد تراكسنتيسيس، يعني تخلي بتاع الراديولوجي يشوف لك فين الاماونت اوف فلويد اللي امينابل فور تراكسنتيسيس اللي اقدر بسهوله اخد منها تراكسنتيسيس، واللي داخل السلنجر في الحته دي ادخل السلنجر في الحته دي اجيب، لانه على على الراديولوجي شايف ان الاماونت ان السايت ده متجمع فيه اكتر اماونت من الفلويد وقريبه من الشيست وول، فاقدر ادخل بالسلنجر واجيبه ما ادخلش بلايند اللي بقى. لكن لو اعمل تفيوجن كبيره قد كده هدخل بلايند في اي سبيس، هيجيب لاي انتركوستال سبيس حتى فيه بالسلنجر هجيبه تمام. لكن لما كل اماونت سمول محتاج حد يعمل لي جايد بقى يقول لي الاماونت كولكتد هنا اكتر في المكان ده. دي الانفستيجيشن اللي بنعملها على الفلورا فلويد، التست اللي بتعمل عليه وعلى السيره البروتين واللاكتين ال دي اتش والكاتشر والرام ستين والجلوكوز البي اتش ديفرنشال ديكسيتيك كاونت الريفراتسيل كاونت والاميليز، وبعد كده في السيره برضه بنعمل سي بي سي والديفرنشال ال دي اتش توتال بروتين والجلوكوز، وبرضه ممكن نعمل اميليز. ايه اللي بيفرق لي بقى يا ترى ده اكسوديت ولا ترانسوديت؟ اكسوديت مقصود بيه ان هو نتيجه انفلاميشن، وترانسوديت مقصود بيه نتيجه انكريس في الهيدروستاتيك بريشر من غير ما يكون في انفلاميشن ولا انفكشن تمام؟ يعني العيان عنده هارت فيلير هيكون في ترانسوديت، او عيان عنده انكريز في الانكوتيك بريشر في البلازما هيكون برضه عنده ترانسوديت. فالعيان اللي عنده نيفروتك سندروم لو حصل له فيوجن يبقى ترانسوديت. ترانسوديت معناها انه مش ديو تو انفكشن نفس الكومبوزيشن بتاعته تمام؟ ايه اللي بيفرق لي بقى يا ترى الفلويد اللي انا اخدته ده اكسوديت ولا ترانسوديت؟ لو واحده من الاربعه كريتيريا دول او كلهم موجودين طبعا واحده او اكثر طبعا موجودين يبقى ده اكسوديت، لو مفيش ولا واحده منهم موجوده يبقى ده ترانسوديت. هم ايه الاربعه كريتيريا؟ ان انا الاقي بلور فلويد البلور فلويد على السيرب ال دي اتش اكثر من 6 من 10. انا عملت البلور فلويد ال دي اتش وعملت السيرب ال دي اتش وقسمتهم على بعضهم اكثر من 6 من 10 يبقى ده بتاع اكسوديت. لو البلور فلويد على السيرب بروتين اكثر من النص يبقى ده اكسوديت. لو الدورة فلويد دي ال دي اتش اكتر من 30 اور ليميت اوف نورمال سيرم فاليوز يبقى ده برضه اكسوديت. يعني ما عملتش السيرم فاليو بتاع ال دي اتش، عملت بس البلورا بس عملت لها كورليشن مع النورمال فاليوز الريفرنس فاليوز اللي بتطلع خلاص لقيتهم اكتر من 30 يبقى ده اكسوديت. لو الدورة فلويد كوليسترول اكتر من 55 ملي جرام بتل سليتر يبقى ده اكسوديت. لو ما فيش ولا واحده موجوده يبقى ده ترانسوديت. طيب يا ترى الفلويد ده كومبليكيتد ولا نون كومبليكيتد؟ الفيوجن ده كومبليكيتد ولا نون كومبليكيتد؟ المقصود بالكلمتين دول كومبليكيتد ولا نون كومبليكيتد انا هحط له انتركوستال تيوب ولا لا؟ لما جه اديله تريتمنت هل محتاج مع التريتمنت مع الانتي بايوتيك تريتمنت احط له انتركوستال تيوب واعمل درين ولا مش محتاج؟ لو هو كومبليكيتد احط له انتركوستال تيوب، لو مش كومبليكيتد مش هحط انتركوستال تيوب. طب الكومبليكيتد كرايتيريا اللي هي ايه؟ ان يكون اماونت لارج ويكون في بكتيريا بريزنت. طب الاماونت لارج ولا سمول دي هعرفها ازاي؟ عامل ريسبيرت ستريس ولا لا؟ عامل انديسان شيفت ولا لا؟ تمام؟ وفي جروس باس والليكيليتد. الجروس باس لما باخد منه سامبل بلاقي في جروس باس موجود في السرنجه، او عملت له الترا ساوند او سي تي لقيت في ليكيليشنز وفي سبتا ان بتوين الفلويد وبعضه، يعني في سبتيشنز موجوده في خطوط كده كانها ممبرينز جوه الفلورال كافيتي يبقى اقول كومبليكيتد. لو البي اتش اقل من 7.1 البي اتش بتاعت البلورال فلويد اقل من 7.1 يبقى ده كومبليكيتد. لو الجلوكوز اقل من 40 لو البي اتش اكتر من 1000 تمام. لو الحاجات الثانيه دي تبقى ان كومبليكيتد انفيوجن هديله تريتمنت هديله ايه؟ انترابينس انتويز طبعا لازم تبقى انترابينس،
that that aggressive therapy should be administered in all cases of paragonic occlusion, should be continued for at least several days after fever and fluid drainage a bit. يعني او هديله intravenous antibiotics ممكن اربع خمس ايام بعد ما الفيفر سبسايد. يعني انا اديت تريت بدات اديله تريتمنت وقعد ثلاث ايام بيسخن لسه، وبعد الثلاث ايام بقى خلاص ما عادش بيسخن، اسيبه كمان ثلاث او اربع ايام او حتى خمس ايام على الانترافينوس انتيبيوتكس بعد ما الفيفر سبسايد، وبعدين بعد كده ممكن اقلب له ورق الانتيبيوتكس. تمام؟ لكن ات فيرست لازم اديله ايه؟ انترافينوس. لازم اديله انترافينوس، ما اعتمدش على الاورال لانه الانفكشن دي من الحاجات الدينجرس اللي ممكن تدخل عيال في مشاكل كبيره، واحده منهم او اقلهم البلورال هيجنز والهايبروثورز. اورال انجنرس انتبيوتيك شود بي جيفن فور ان اديشنال 1 تو 2 ويكس. شيس ديوب درين بقى فور كومبليكيتد فيوجن، فاكرين؟ خلاص؟ حط شيس ديوب لو الفيوجن كومبليكيتد. طيب الريسبونس للسيرابي، فانا قلت لكم الكلام ده في النمونيا قبل كده برضه مره، فاكرين؟ انا اعمل مونيتورنج للعيان ازاي؟ انا بتابع العيان كل يوم ببص عليه عايز اشوف متحسن ولا لا، مش كده؟ اتابعه مش راديولوجيك بقى، كلينيكال ولاب. فاكرين الكلام اللي قلناه في النمونيا؟ انا اتابعه كلينيكال ولاب. العيان الاصدارات ستريس مانيفستيشنز بتاعته اتحسنت، يبقى هو بيمبروف الفيفر سبسايدنج، يبقى بيمبروف. خلاص؟ العيان كان في جنرال ابيرنس بتاعه كان جنرالي ايل، بقى جنرالي ويل، يبقى امبروفنج. يبقى باي جرادوال ديكريز ان بلاد ديبوسيت كان ريسبيراتوري هارت ريت كوانتيتي اوف فلويد درين اند امبروفمنت ان هيرنتري اند سنس اوف ويل بين جنرال كونديشن سنس اوف ويل بين. تمام؟ لكن الراديولوجيكالي اعمله فول اب راديولوجي؟ لا، لان الراديولوجيكال مانيفستيشنز بتبقى ديلايد عن الكلينيكال واللابوراتوري مانيفستيشن. يعني حصل له كلينيكال امبروفمنت ولابوراتوري امبروفمنت، لكن الراديولوجيكالي بيبقى ستيل بيرسيستنت، في شادو موجود في الاكس راي. انا كده خلصت المحاضره دي. تمام؟ اعتقد هي حاجات كبيره. لو دخل الفلورا بتسميني موتورس. يبقى البريزنس اوف اير، الابنورمال بريزنس اوف اير، البريزنس نفسه ابنورمال. مفيش اير بيدخل الفلورا ولا نورمال. تمام؟ البريزنس اوف اير انسايد ذا فلورا بسميني موتورس. ممكن النوم الثوركس ده يحصل والشيست وول انتكت، بسميه كلوز نيوم الثوركس. لكن لو حصل انتربشن للانتجريتي وفي الشيست وول بسميه اوبن نيوم الثوركس. تمام؟ يعني لو واحد حصل له تروما او في ستاب وول خد له مطوه ولا بتاع في جنبه وعملت له ديس انتجريتي او ووند في الشيست وول ودخل اير من الاتموسفيريك اير للفلورا عمله نيموثوركس، عادي بسميه اوبن نيموثوركس او موتور كار اكسنت او اي حاجه حادثه او بتاع، يبقى ده اوبن. لكن لو الشيست وول انتجريتي بريزرف يبقى ده اسمه كلوز نيموثوركس. طيب الكوزس اوف نيموثوركس غير نيموثوركس كوز، اي حاجه تدخل اير في الجلوره بيعمل نيموثوركس. الكوز بقى زي ما انتم شايفين كده سطحتين طوال عراق، التروما بنتريتنج اور بلانت شيست تروما، بنتريتنج اور بلانت شيست تروما. يعني ممكن يحصل تروما وتعمل نيمو ثوركس والشيست وول انتجريتي بريزيرف، لان البلانت شيست تروما ممكن تعمل تروما لللان وكونكلوجن لللان وتعمل رابشر لللان وتطلع اير من اللان في الكلورا من غير ما الشيست وول يحصل له مشاكل. تمام؟ ممكن يبقى اتروجينيك بارتروما زي الميكانيكال فنتليشن، حط على عين على الفنتليتور وعمال تنفخ فيه بهاي بريشر او هاي فوليوم، بقى مرابشر له اللنج وعامل له تروما، او عندي حد بيعمل سنترال فين كاسترايزيشن بيحط سنترال فين وقام عامل تروما ودخل في الفلورا وعمل نيموثوركس، او بروسيدرز الهير ويز الانتوبيشن برونكوسكوبي وترانسفرونكال بايوبسي او لابروسكوبيك بروسي، اي حاجه تعمل تروما ممكن سبونتانيا زي الفاميليال ايديوباتيك، فاميليال ايديوباتيك نيموثوركس. في بعض الناس عندهم ويكنس في الكونكتيف تيشو، فالسيبتا ان بتوين ذا الفلايد ممكن تحصل لها ديسربشن وتعمل اير سيست نوماتوسيل، فاكرين كلمه نوماتوسيل؟ والنوماتوسيل دي تكبر وترابشر وتعمل نيموثوركس. في الاستقبالات دايما كده، اي استقبال في مستشفى كبيره تلاقي في بعض الناس معروفه
انه بيجي كل شويه منه فرص. يقول لك عيله فلان بيجوا الاستقبال كل اسبوع تلاقي واحد منهم جاي بنيمو فورس سبونتينس نيمو فورس. هم عارفين خلاص بقى هو بقى عارف التكنيكال وعارف المانجمنت بتاعه ايه وعارف بيحصل بالظبط ليه؟ لان هم عندهم فاميليال ويكنس في الكونكتيف تيشو فكل شويه يحصل لهم رورال كليب وتبقى ترابشر وتعمل نيمو فورس. تمام؟ زي الناس اللي عندهم مرفان اللي عندهم ايه لاردان سندروم والكلام ده. ممكن بوست انفكشنز زي ما انتم شايفين ممكن افتر انهيليشن اوف توكسينز او كونجنتال مالفورميشنز او سيلينيوس فورز زي طبعا اسبريشن والازمه والسيستم فيبروز والسيستاتوز وكونجنتال وان مالفورميشنز او سوبر. واعتقد احنا قلنا الفورم بودي والميكانيزم اوف نيموثوراكس فورم بودي فاكرين؟ فاكرين ولا لا؟ احنا بنقول ان ديفاد ميكانيزم تشيك فالف اللي يدخل ما يخرجش حتى ما اللانج ترابشر. تمام؟ فبرضه نفس الكلام وسيستم فيبروز والازمه برضه ممكن تعمل نفس المنظر بالظبط. كلينيكال انفستيشن ده البلورا بقى وفي كلف بلورا انا قلت البلورا هايلي انرفيتد بتبقى دايما الكالتر مانفستيشن اوف بلورا اريتيشن البين بيبقى فيه بين سيفير بين انلايزنج بين ماي رينج فروم لوكالايز اتوتر سيستنال بين وان اوفر ويلمنج بلوريتك بين ديفيكالت تو لوكالايز اتس لاتر شوبر بين اتس كومن وفيبس لاتر شولدر بين بلورز برضه از كومن. تمام؟ شولدر بين لانه الفيرد بين شولدر ففي تاكيبنا وليستر وكارت او سينوس از كومن قبل طبيعي طبعا لانه بيحصل ستريكشن اللنج اكسبانشن لما تجمع اير في البلورا اللنج هتكسبان ولا هتكون لابس؟ هتكون لابس والديجري اوف كولابس هتبند على ايه؟ على الاماونت اوف كولكتد اير كل ما الاماونت اوف كولكتد اير تزيد كل ما الكولابس يزيد مش كده؟ وبالتالي هيديفلوب manifestations of respiratory stress including tachycardia. تمام؟ The intensity of the symptoms depend on the extent of the collection of air. طبعا بس فاكرين لما قلنا على الكلور انكلوجن ممكن يبقى symptomatic لو في small amount of fluid collected برضه لو في small amount of air collected inside the floor ممكن يبقى symptomatic. تمام؟ The patient threshold of pain. يعني clinical manifestations برضه هتعتمد على patient threshold of pain. في ناس لما يعني انت عارف اللي بيقولوا صفى ياما شكيته وانا رايح. في اغنيه كده. صفى شكيته وانا رايح يعني انت تشوفه يقول اه. تمام؟ وفي ناس لو مسمار دخل في ميته عادي مش دماغه. تمام؟ فال patient threshold of pain اكيد طبعا الكلينيكال مانيفستيشنز هتاثر على الديجري اوف بريسيدنج ريسبيراتوري كومبرومايز. افرض واحد عنده ستاف نمونيا اللي عنده ستاف نمونيا ده مش هيبقى عنده اصلا كلينيكال مانيفستيشنز اوف نمونيا هيبقى عنده فيفر جرانتنج تكيبنا كل ريسبيراتوري ستريس مانيفستيشن هتبقى موجوده صح؟ وحصل نيماتوسي كومبليكيتنج الستاف نمونيا ورابشرت وعملت نيموثوراكس يبقى العيان ده هيكون فيه مور كلينيكال مانيفستيشنز عن اللي عنده دينوفول نيموثوراكس ولا لا؟ لانه عنده اصلا اوريدي ايه؟ ريسبيراتوري كومبرومايز عنده مشكله اصلا في الريسبيريشن موجود فلو كلفت الاسبوع اماونت اوف اير عنده هتبقى الكلينيكال مانيفستيشنز ايه؟ اعلى اكتر مش كده؟ يبقى اذا الكلينيكال مانيفستيشنز برضه هتبند على الديجري اوف بريسيدنج respiratory compromise. Signs less sounds, transmission of the voice and thoracic expansion are decreased. يعني الحبة في ديريج الانتنس اوف الساوند، الحبة في ديريج شيست موفمنت مش كده؟ والحبة في ديريج ترانسميشن اوف فويس اللي هو ديريج فوكال ريزونانس. فاكرينه لما بقول 4 4 و 9 9 هتلاقي الصوت على الناحية اللي فيها النيموثوراكس اوطى من الناحية النورمال. ديريج تكتايل فوكال بريمتر. ديكريز ذا اسيد فوكال ريزونانس دبل اوسكالتيشن بيحصل هايبر ريزونانس ان بركشن طبعا عشان في اماونت اوف اير اكتر من الطبيعي طبيعي اللانج ريزونانس لكن لما يكون في نيموثوراكس تبقى ايه؟ هايبر ريزونانس اف ذا ريستنشن نيموثوراكس اذا بدي اساين تشيك تو ذا كونتر اوتر سايد تنشن نيموثوراكس مقصود بيها ذا اماونت كولكت اير كولكتد اندر تنشن يعني عملت بريشر جوه الشيست اعلى من البريشر الطبيعي وبالتالي احنا لازم تعمل ده ستاند شيفت لان طالما في هيمي ثوراكس البريشر عيلة جواه لازم يحصل ايميديت اكوليبريم فالمديا ستاند شيفت الناحيه الثانيه شويه
كل ما البريشر يزيد الساين شيفت الناحيه الثانيه شويه تمام، لحد ما انت وفراسك بريشر يبقى في ماركت انكريز، وفي الحاله دي بتحصل مشكله خطيره وهي بتبقى الكوزوف تيب في عام تاني بوثوركس بيحصل له كاردك تامبونات. عارفين يعني ايه كاردك تامبونات؟ يعني ماركت كومبريشن على الهارت بحيث ما يحصلش ايه؟ فينس ريتير، ما يبقاش في فينس ريتير، ما يجيش بلاد للهارت لا من السوبير ولا من فيرو فينا كيف تمام؟ ده بيبقى الكوز اوف ديث في العيان بتاع الانيمي فوركس. In some cases, the thorax appears as an incidental radiographic finding in an asymptomatic patient. اقول لك كلام ده من شويه، انه لو سمول اماونت هيبقى اسيمبتوماتيك. طالما اسيمبتوماتيك هتشخص ازاي؟ اكسيدنتالي اكسيدنتالي واحد بيعمل شيست اكس راي لاي سبب سبيشالي في النيوبورن طلع في نيموثوركس، بس يبقى نون تنشن نيموثوركس بالتاكيد طبعا. الدايجنوزس الموست امبورتنت دايجنوستيك تول هي الاكس راي راديوجرافي سواء سي تي او شيست اكس راي. الاير عكس الفلويد، الاير عكس الفلويد، لو العيان قرب الاير هيروح فين؟ في الابر موست بارت، في الابر موست او الموست اندبندنت بارت من الشيست مش كده؟ طب هتفرق لو العيان نايم سوباين او قرب؟ اه طبعا هتفرق، لو قرب هتطلع عند الايبكس فوق مش كده؟ لا ده الموست اندبندنت، لكن لو نايم سوباين هتطلع عند الانتير شيست وول، هتخبط في الانتير شيست وول هو نايم سوباين تمام؟ فهتبقى الموست اندبندنت بارت بيهايند الانتير شيست وول تمام؟ عشان كده انا عندي نيمو ثوركس وصورت هو سوباين والاماونت اوف نيمو ثوركس قليله، ممكن تلاقي الشيست اكسير طلع لك كان في اير سيست حبه اير قد كده اهو موجودين في نص الفيل، تقول دي ايه؟ نيماتوسيل. ممكن تبقى نيماتوسيل، بس ايه اللي عامل نيماتوسيل دي؟ لانها حته كده دايره كده، ده سمول اماونت 10 مللي اير في البلوره، فهم عاملين المنظر ده. لازم تاخد بالك انا عامل صور سوباين، لو صورت اير هتلاقيهم طلعوا فوق تمام؟ increase the alveolar arterial oxygen gradient and the hemoglobin saturation can be detected by arterial blood gas measurement and the pulse oximetry. لما يكون عيان عنده نيومو ثوركس وفي restricted lung expansion هيبقى في ديفكت في الجاز اكسشينج ولا لا؟ هيبقى في ديفكت في الجاز اكسشينج لان في لانج كلها مش كده؟ طب الاير اللي موجود جوه الاير ويز او جوه الالفلار الاتموسفيريك اير مش الاكسجين كونتنت بتاعته نورمال؟ يعني اي فاي او 2 بتاعه نورمال؟ ما فيش ديفكت في الفنتليشن الهواء بيدخل صح؟ فالاف اي او 2 الفراكشن اوف اوكسجين في الاير ده كويس تمام؟ لكن التوتال تنشن في البلاد اخباره ايه؟ قليل، وبالتالي الجريديان بين الارتيريال والالفلر اوبشن بيزيد. يعني احنا عندنا مثلا في النورمال ادلتس الاوتو تنشن في البلاد بيبقى 100 ملم مركب تمام، والاف اي او 2 في الاتموسفير اير 20% خلاص. يعني ال 20% دول ادوا في النهايه بريشر كام؟ 100 تمام؟ يعني كانهم ضربوا بكام؟ 5. لو اديت عن اوكسجين هو كويس الكل ما عندوش حاجه واديته اوكسجين 40% مش 20% بقى زي الاتموسفيريك اير، يعني عملت له سبلمنتيشن بالاوكسجين بدل ما ياخد 20% بس اديته ايه؟ 40%. المفروض الاوتو تنشن بتاعه في البلاد هو بني ادم نورمال يبقى 200 تمام؟ يتضرب في 45 بكام؟ ب 200 كده؟ عشان كده لما تلاقي عم محطوط مثلا على اوبشن او على فنتليتور ومحطوط على اوبشن 40% واتعمل له بلاد جاز اناليسيس تلاقي الاو 2 تنشن عنده 80 يبقى هو ستيل فيه مشكله. ستيل فيه مشكله. ده مش قادر يستفيد في الاماونت اوبشن انا بديها له دي. خلاص هو 80 كويس بالنسبه له 80 حلو، بس ال 80 ده مع اوكشن كام؟ 40. لو ال 80 دول مع اوكشن 20 يبقى كويس اقدر افصلهم عن الفنتليتور، لكن ال 80 دول مع اوكشن 40 او 60 او 80 حسب ما بديله ممكن اديله 100% اوكشن ما يبقاش في اير تاني خالص تمام. اذا هنا في العيان اللي عنده نيمو ثوركس الفرق بين الالفلر اوبشن
تنشن والارتيريال اوكسجين تنشن بيزيد في الـ في الـ في الاير عالي لكنه في البلاد ايه قليل، او الاوتو ساتوريشن في البلاد بالبلز سنتر قليل. خلاص حطها على البلز سنتر، هل الساتوريشن قليل؟ ان كيس اوف سيفير تنشن دي موتوركس وبيحصل لها ديكاتر ديسبيسمنت عند روتيشن، الاي سي جي هيبقى فيه تشينجز في روتيشن، فالاكسس الكيو ار اس كومبلكس اكسس بيتغير. تمام، خدتوا الاي سي جي؟ طيب هتاخدوه بارتنر اساس سطش هذا وجيت بابا الابتدي اخد بالكم كده. الاير اللي في الاير اللي في في الجسم في الهيبي ثوركس ده اللي انا بشخصه دي ثوركس ممكن يتلخبط عندي مع شويه حاجات، يعني شويه حاجات بتدخل في الديفرنشال دايجنوزس بقى في الهيبي ثوركس زي الكونجنتال سيستيك ادرماتويد مالفورميشن او الكونجنتال لوبر انفيزيما او ايفن الدفرماتيك هيرنيا. عارفين ده تراماتيك هرنيا؟ هرنيا في الدفران يقوم الاستومر او الانتستين تطلع في الشست، تدخل من الديفكت اللي موجود في الدفران وتبقى جوه الشست، والاستومر بتبقى مليانه اير. شفتوا الجاز بابل في الاستومر كانت عامله ازاي؟ اير قد كده اهو. حد يشوف اير في الشست كده ولا ده نيموتوركس؟ او يكون عنده سيستيك ادوماتيك مالفورميشن برضه سيست جوه اللنج نفسها بقى، سيست كبيره كده جوه اللنج يقول لك ده نيموتوركس. تمام؟ ده الديفينشال دايجنوز بتاعنا بتاع النيموثوركس. مره احنا كان عندنا حاله ظريفه جت سيفيروس براد ستريس، ولا كان سن حوالي بتاع سنه كده، سيفيروس براد ستريس عمل شيست اكس راي اللي شافها قال نيموثوركس تنشن نيموثوركس وفي ميديستال شيفت ماركت ميديستال شيفت على الاوبزيت سايد، ده امرجنسي هيموت لازم احط له بسرعه ايه؟ انت قصه تيوب عشان درين الاير وبالتالي التنشن يقل فالهارت يرجع مكانه الطبيعي والدنيا تهدى ويبقى كويس. تمام؟ فتحط له انت قصه تيوب. التنشن ريليف الولد اتحسن فعلا كلينيكال بقى كويس وفضلت تيوب عماله تجيب ايه وبعدين جابت فلويد. جابت فلويد. فنايم شافها قال خلاص ده هيبقى نيموثوركس بقى اتجمع فلويد انفكشن ولا حاجه بقى في بايوثوركس وجاب الفلويد ده بقى هيدرونيموثوركس او بايونيموثوركس. تمام؟ الولد كل يوم يجيب فلويد عمال يجيب وبعدين امه شربته كركديه. جاب كركديه. فقام جاب كركديه من الكيو. امه جت جنبي دلوقتي احنا شربت كركديه، فالكركديه نزل في التيوب. تمام؟ اللي كان موجود ايه؟ الولد عنده حاجه اسمها تنشن جاسترو ثوركس، هو عنده ده فراجماتيك هيرنيا والاستومك بتاعته موجوده في الشيست، فالاوتلت بتاع الاستومك اوبستراكتد، حصل عنده جاستريك اوتلت اوبستراكشن، فالسوالود اير اكيوميليتد جوه الاستومك قاعد ينفخها 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 لحد ما عملت له تنشن انسايد ذا شيست انسايد شيفت سيفيروس براد ستريس. لما تحط له انت قصه تيوب اتحطت جوه الاستومك نفسها، يعني خرمت البلورا ودخلت خرمت الاستومك وول جسر وول ودخلت جوه الاستومك نفسها ريليف التنشن. خلاص الولد بيرضع كل يوم الملك عمال ينزل في التيوب انتربريتد على ان هو بص على ده باي نومو ثوركس. لان طبعا لما شرب الكركديه خلاص بقى ما عادش ينفع انه يبقى اكتر من كده. عشان كده الكركديه في سبع فوائد بس في ثمان فوائد بيشخص التنشن جاستو ثوركس. شايفين الاكس راي دي؟ فيها رايت سايد نيمو ثوركس واضح؟ انا بعرف النيمو ثوركس من اللانج تيشو ازاي؟ ان مفيش اي برونكو باسكولار ماركينجز موجوده خالص. تمام؟ يعني لما بيكون في انفيزيما بتكون اللانج اكستندد ويز اير بس ستيل في برونكو باسكولار ماركينجز اقدر اقول ان في هنا لانج. تمام؟ يعني شوفوا ده كده شوفوا الليفت لانج دي شايفين برونكو باسكولار ماركينجز؟ واضحه؟ ها؟ الخطوط البيضاء دي اللي جوه الفيلد دي باين هنا في اي خطوط من دي ولا كلها جيت بلاك هايبر ترانسلوسنسي؟ تمام؟ يبقى تعالى نتفرج شايفين اللانج؟ دي كلها بس لانج ده برضه نفس الكلام وميديا سايد شفت الاوبزيت سايد ده نفس الكلام
شايفين انت قصه تيوب؟ ايه انت قصه تيوب اللي طالعه فوق دي؟ شايفينها؟ دي اهي انا طالع معاها خلاص؟ اللي انت قصه تيوب دي مش الريب صح؟ الريب يا كده يا كده ده ريب ده ريب، لكن دي انت قصه تيوب ماشي. العلقه عندي ليفت سايد تنشن دي موتوركس تنشن دي موتوركس عامل له ماركت ده سرشن حاطط له انت قصه تيوب. اللانج شايفين اللانج بارشلي كولابسد بارشلي ري انفليتد، هي ري انفليتد لانج هي كانت توتالي كولابسد لما كان عنده تنشن وثوركس. لما التنشن ريليفد بالتيوب بدات ايه؟ حد ايه؟ هيحصل لها ري انفليشن فهي ري انفليتنج لانج. دي نورمال لانج عاديه فيها برونك فاسكولار بارك زهق بس طبعا العيان متصور ما هواش بوزيشن بتاعه صح. دي نفس الاكس راي اللي فات على فكره يعني الولد ده اهو الولد ده هو ده تمام شايفين التيوب؟ تمام واضحه؟ دي اللي انت بتقصده قصه التيوب اللانج حصل فيها ايه؟ رينفليشن اللانج حصل فيها ايه؟ كومبليت رينفليشن حصل كومبليت رينفليشن تمام بس خدوا بالكم بقى انفورشنتلي الرايت لانج حصل فيها نيموثوركس رايت سايد حصل فيها نيموثوركس ده نيموثوركس اهو ودي بارشلي كولابس اللانج شايفين البوردر ده؟ البوردر ده اهو دي بتاع البارشل كولابس اللانج وهنا نو ثوركس بس نو اندر تنشن لو كان اندر تنشن كان هيخلي اللانج كومبليت كولابس وعامل زي السايد شيفت الاوبزيت سايد تمام بس بعد شويه بقى تنشن واضطر ان يحط له تيوب ثاني على الليفت سايد اهي التيوب اهي وحصل انفليشن للاللانج الثاني الولد ده كان شرقان في حته ازازه بتاعت لمبه الكهرباء اللي هي الفيليبس دي عشان لمبه الكهرباء الازازه دي مكسوره شرق في حته ازازه دخلت وقفت له في التركيه لو داون في التركيه وعمال بقى بكح تقوم جرحاله هنا جرحاله هنا عمال منه صارت الناحيه دي منه صارت الناحيه دي طبعا لما شلناها الدنيا اتحسنت ده سي تي دي الرايت سايد مش فيها حاجه ده نورمال لانج تيشو الليفت سايد شايفين ده؟ ده نيمو ثوركس ودي بارشلي كولابسد لانج تمام العيان ده نايم صغير ولا لا؟ الاير هيروح فين؟ يخبط في مين؟ في السقف، السقف بالنسبه له ايه؟ الاتيور شيست وول تمام؟ فانتوا شايفين اهو النيمو ثوركس ورا الاتيور شيست وول بيهايند الاتيور شيست وول ده برضه نفس الكلام بس على الرايت سايد واضح؟ ده هو الحقيقه مش نيمو ثوركس الليفت سايد دي فيها هايبر ترانسلوسنسي واضح اهو بس ده انفيزيما لو ده لو اللي فيكم شايف هنا في بروف فاسكولار ماركتز واضحه يعني بس في انفيزيما وماركت دي اساين شيفت على الرايت سايد بس انا عايز تاخدوا بالكم من حاجه احنا شوفوا اي اكس راي في الدنيا كلها لما تمشي مع الليفت كوبلا الدفران هتوصل لحد هنا وبعدين ما عادش تشوف الدفران ما عادش تشوف الثاني غير بعد ما الهارت ينتهي وتبتدي تشوف غايه كوبلا الثاني اي شيست اكس راي في الدنيا كلها هيبقى فيها المنظر ده نفس الكلام اهو انا عايز شايفه وبعدين بدات اشوف ثاني من اول هنا اهو انا هنا الدرابت كورس الدفران بيبقى في النص الكورس بتاعه الدرابت ما اقدرش اكمل معاه ما كملش معاه غير لما الهارت ينتهي على الريد سايد واضح؟ ده نورمال لكن لما انا اشوف بقى الاكس راي دي هبص الاقي اللي ماشي مع الدفران من اوله وماشي معاه انا شايفه 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 لحد الاخر دي اسمها كونتينوس دفران ساين كونتينوس دفران ساين دي بتبقى نمونيك ساين اللي حاجه اسمها نيومو ميدياستاينر يعني اير دخل الميدياستاينر نفسه بقى مش في البلورا دخل الميدياستاينر تمام ممكن يبقى اوشيتنج نيومو ثوركس ممكن ما يبقاش طيب انا التريتمنت واحد عنده نيمو ثوركس التريتمنت هيكون ايه؟ ها؟ انت بتوصل تيوب درين مش كده؟ لو هو ايه؟ تنشن لو تنشن نيمو ثوركس لكن لو سمول اماونت ويت اند سي بس يعني بقى اندر اوبزرفيشن تمام؟ لو ديفلوب ريسبيرات ستريس ممكن في الحاله دي احط له انتركوستال تيوب تمام الاير خدوا بالكم معايا كده الاير غير الفلو يعني انا اعد لارج اماونت بلورال فيوجن واحط انتركوستال تيوب مش كل الاماونت بتقوم نازله جابي في التيوب ومفضيه البلورال سبيس لا
ده فلويد بياخد وقت وبص وتك فلويد تمام بياخد وقت على ما يبقى دريند. لكن الاير ده ثواني ممكن يبقى دريند مش كده؟ انت ممكن تفضل بالونه في ثانيه. فلما تحط انت الفوسفاتيوب ها ممكن لو في لارج اماونت اوف اير انسايد ذا بلوره وانت سحبتها بسرعه شديده يحصل ماركت او رابد فيري رابد ري انفليشن اللانج ممكن تعمل بلمري اديما تمام؟ لان الكولابس اللانج لو حصل فيها رابد ري انفليشن النيجاتيف بريشر اللي جواها هيديوس بلمري اديما. فالمفروض اعمل سلو ديكمبريشن او سلو ايفاكيويشن للاير تمام؟ وبعدين انا لو سبت الانتركوستال تيوب من غير ما اعمل نيجاتيف سكشن ممكن تاكيوميليت اماونت اوف اير او يدخل حتى اير من الاتموسفير، بس طبعا في الغالب عليك تحطه اندر ووتر سيل. فبنابلاي نيجاتيف بريشر عشان ندي فرصه للبلورال سبيس انه يبقى نيجاتيف باستمرار بريشر جواه وادي فرصه للهيلنج انه يحصل رابيدلي تمام؟ فممكن احط الانتركوستال تيوب على مور سكشن. سكشن الحيطه بتاع السنترال سكشن خلاص تشفيط يعني حاجه بتشفط كانك انت ماسك التيوب وعمال بتشفط فيها كده. اما بتشفط انت بتطلعي نيجاتيف بريشر من جوه التيوب تمام؟ فبتخلي باستمرار في نيجاتيف بريشر وبالتالي اللانج ريجوليتد باستمرار ما يحصلهاش كولابس. تمام. Suction should be maintained until no air is exiting. That's right. Once the cavity, if no air leak is evident after 24 hours, the tube can be removed. Continuous air leak is a sign of the resistant disruption. طيب انا هحط انت كوستر تيوب وهعمل درين للاير. انت هشيل التيوب. انت هقول خلاص الدنيا هنا ومعاك ما عادش محتاج حاجه. انا بحط التيوب في الشيست الخرطوم التيوب اللي انا حاطه ده التيب بتاعته الثانيه بحطها اندر ووتر سيل. يعني بحطها ازازه فيها ميه والتيب اندر ووتر. هي بتدرين ايه؟ اير. طب الاير ده لما يدخل في الـ في الـ في, الـ في الميه بيعمل ايه؟ بابلز. يبقى طول ما في بابلز طالعه من الميه هعرف ان في كونتينوس ايه؟ درين شغال. يبقى البلورس بس فيه اير ولا لا؟ يبقى فيه اير تمام؟ طيب لو ما عادش فيه بابلنج بيطلع ما عادش اير بينزل مش كده؟ يبقى ما عادش بيدرين اير. يبقى في بوسيبيليتي انه خلاص تكون الدنيا خفت. التير اللي كان موجود في اللاين هيل. التير اللي كان مطلع الاير في الفلوره هيل. حصل هيلي سبونتينس هيلي. ما عادش بيحصل اير ليك. في الحاله دي اشيل التيوب. اهو انا كاتب هنا لو الاير ليك وقف 24 ساعه التيوب كان بيرموف. اشيل التيوب وده فعلا هيجي. بس انا بعمل مانوفر قبلها. بعمل ايه؟ بعمل كلامبنج للتيوب. بجيب ارتيرا فورسبس وازنق بيه التيوب اقفلها يعني بكلام بس هي لسه في مكانها. انا اقفلها يبقى كانها محطوطه؟ كانها مش محطوطه تمام؟ فالعيان لو هيجمع اير هيبتدي العيان يحصل له اسبارات ستريس تاني. او لو عملت له شيست اكس راي بعد ساعتين هلاقيها جمعت اير تاني. في الحاله دي شيل الكلام عشان تدرين تاني. خلاص يبقى لسه اللانج عنده ما حصلهاش هيلينج. التير اللي حصل في اللانج ما حصلوش هيلينج ولسه بيجمع اير في البلورا. يبقى الكلامبنج ده فايدته ان انا بعمل بيه تيست اشوف يا ترى هيجمع ولا مش هيجمع. خلاص لان في خطوره لو شلت التيوب مره واحده وجمع هحتاج احط له تيوب تاني صح؟ فانا اعمل كلامبنج افضل. طيب بعد ساعتين عملت له شيست اكس راي ولقيته ما فيش اكيوميليشن لاير وكلينيك العيان ستيبل اسيب 24 ساعه. لو برضه نفس الكلام ما حصلش يبقى اشيل التيوب في الحاله دي خلاص ما عادش هيجمع اير ويبقى كده الدنيا كده. طيب الولد فضل اسبوع واثنين وثلاثه واربعه في كونتينوس ليك ما حصلش هيلينج خالص للتير اللي حصل في اللنج واللي بينفذ اير ده. يبقى ممكن يكون اللي عندك محتاج سيرجيكال كلوجر بقى. بقى ممكن يكون تير كبير قوي لدرجه ان هو مش يحصل له سبونتينوس هيلينج ومحتاج ايه؟ سيرجيكال سوتشرينج. او ممكن يكون حصل حاجه اسمها برونكو بلورال فيستولا تمام؟ فيستولا بين البرونكاس والايه؟ والبلورا. خلاص؟ حبيت الساعه تبقى كده. حد جاي معاك السلايد؟